فبتعرف مثلا هالنقطة عندها أبسسة وأوردينيت. الأبسسة هون هو الزمن، والأوردينيت هو الموقع. مثلا التايم تي إيكوال لزيرو، الأكس أوف تي وين كان؟ وين موقعه كان؟ نحن قلنا موقعه كان هون، موقعه كان هون. هذا الموقع قديش قيمته؟ هذا الموقع قيمته زيرو. ليه؟ لأنه هو قاعد بالأو، والأو موقع زيرو بطبيعة الحال. لو شو الأبسسة للأو؟ زيرو. فإذا at time t equal to zero، time t equal to zero موقعه وين كان؟ على الزيرو. فإذا هو موقعه هون كان. at time t equal to one second، مثلا بعد ثانية، موقعه كان هون. ولنقول لنقول هذا، هاي المسافة من هون لهون هي واحد. ف at time t equal to one second كان موقعه واحد هون. at time t equal to two second لنقول موقعه هون صار. هل هالشي ممكن؟ من هون لهون تعال نقول أربعة، مسافة من هون لهون أربعة، يعني at time t equal to two second موقعه كان بالأربعة. هل هالشي ممكن؟ ايه ممكن. اخذ ثانية لا يمشي من هون لهون، بعد ثانية وصل لهون، وبعد ثانية وصل لهون. وين المشكلة؟ يكون اسرع، يعني هون كان ماشي على سرعة معينة، يعني وهون اسرع كتير لراح لهون اسرع. يعني فرق من هون لهون في 3 ثواني، هون كان على الثانية، هون كان على، خليني اقول اذا حطيت رقم هون، يعني قصدي في الموقع، هون على الموقع واحد، هون على الموقع اربعة. ولكن هون الزمن كان على ثانية، وهون الزمن كان على ثانيتين. يعني أخذ ثانية من هون لهون، وأخذ ثانية من هون لهون، ومن هون لهون أخذ ثانيتين. موقعه من هون لهون هو الانستنت. الانستنت يعني اللحظة الزمنية. اللحظة الزمنية هي 2، ولكن الفرق الزمني بين هالنقطة وهالنقطة هو ثانية واحدة، هو من الواحد لاثنين. أوكي، ولكن موقعه، المسافة اللي قطعها، المسافة اللي قطعها بالفرق الزمني من هون لهون هي من الواحد للأربعة، هي 3 أمتار إذا بدك، إذا هيدا إن متر. تعال نقول هيدا إن سكند. لنقول على 3 ثواني وصل لهون، لنقول المسافة من هون لهون هي 8. فعلى 3 ثواني وصل هاي 8 هون، الأكس أوف تي هيك بدي يطلعوا شوي لفوق، هاي 8 هون وهي هون. هذا الجراف تاعي هيك تقريبا، هيك شي. هذا الجراف هو ال x of t in function of time، يعني هو x in function of time. فهذا هو الجراف، هذه هي الرسمة. ناخد مثال تاني. عندك هي هذا ال O، وهذا ال D. ال time t equal to zero، time t equal to zero لنقول كان موقعه هون، هون بها النقطة هاي. لنقول المسافة من هون لهون هي متر. ال time t equal to one صار موقعه هون على 3 أمتار. ال time t equal to one هون على 3 أمتار، هذا طبعا x. ال time t equal to two على 4 أمتار. كيف بدي ارسمه؟ هيدا هيك، انت لازم تفكر فيه. وقف الفيديو وارسمه، ارسمه لحالك. الـ x of t function of time، يلا وقف الفيديو وارسمه، وبعدين هيدا. في عندك ثلاث مواقع زمنية. طيب بعد ما تكون وقفت وخلصت، time t equal to zero هو على 1، time t equal to zero هو على 1. فإذا أول نقطة هي هون، منا هون أبدا. التايم تي ايكوال، عفوا، التايم تي ايكوال لزيرو هو على 1، التايم تي ايكوال لوان هو على 3، التايم تي ايكوال لوان هو على 3، هذي 1 وهذي على 3، التايم تي ايكوال لتو هو على 4، وهذا هو الجراف تقريبا هيك. طيب شوف، لفوتك دغري بالموضوع، لان انا ما بدي، يعني بدي اعطيك مفاتيح، ما بدي اغرق معك كتير يعني بهول.
في عندك هلا هون أول شيء جيني عم اطلع بالرسمات تاعولك. اوكي شوف غالبا كيف بيجي السؤال. اذا بدك اعمل لك شغلة مهضومة، اسأل حالك هذا السؤال اذا بدك تتسلى، قول والله هو كان بهالموقع. لا خلص ما بدي خلص. طيب ايش كان بدي؟ ايه في عنا موشن له اسم اسمه يونيفورم ريكتيلينير موشن. ليك احفظ رسمته هيك. التي بيكون وهيك الاكس، فيك تسميها اكس او اكس اوف تي منا مشكلة، وموقعه ورسمته ليك كيف بتكون. التايم تي ايكوال لزيرو بكون هون مثلا بشي محل هون، وبيطلع بشكل لاين. هيدا هذا هذا لما يكون عندك لاين هيك، وغالبا بيكون طالع يعني ما حيكون نازل. لما يكون عندك لاين سميه يونيفورم ريكتيلينير موشن، احفظها. اوكي احفظها. لما يكون عندك اكس فانكشن اوف تايم وعندك لاين طالع تسميه يونيفورم ريكتيلينير موشن. هلا ضروري انه يبلش بهالنقطة هاي؟ لا، ممكن يبلش هون، وإذا بلش هون رح يطلع منظره هيك مثلا. كمان اسمه طبعا زيح هيدا على المسطرة يونيفورم ريكتينير موشن. ما ضروري تكون طعشته هيك، ممكن يكون طاعج هيك. اوكي فبس هاي بديك تحفظها، وححفظك وراها شغلتين كمان احفظهم بمرق عليهم بالفيديو اللي بعد هيدا.